والفيفا يعلن جهوزية استاد ماراكانا في البرازيل لاستضافة كأس القارات العام المقبل. مغرور يا قوباسة، ويلكم باك، اقلب الصفحة. أبونية غلب أبونيتين، جدة تتكلم برازيلي. يومية رياضية جديدة، الرياضة السعودية لعبة الكبار، اطلبها في كافة أنحاء المملكة. ما هي الظروف البائسة التي تقود حياة العمالة المليئة بالأخطار؟ لازم أنا أشتغل أتمرمط الأول عشان أطلع ابني أعلمه وربيه وشوف معاه شهادة يتوظف بعيد عن المهنة دي. القيسون، مهمة خاصة، الليلة 9:30 على شاشة العربية. أهلا بكم من جديد. أعيد اختيار محمد روراو رئيسا للاتحاد الجزائري لكرة القدم لفترة جديدة في الانتخابات التي أسفرت عن دخول أول امرأة لعضوية المكتب التنفيذي. تفاصيل أكثر مع مراسلنا من الجزائر كمال تمام. دون منافس ودون عناء يفوز محمد روراو بعهدة جديدة على رأس اتحاد الكرة الجزائري بعدما تم تزكيته من قبل أعضاء الجمعية بالتصفيق ودون القيام بعملية التصويت. تزكية أو إعادة انتخاب ولا تزكية سي الحاج محمد روراو على رأس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم هو تحصيل حاصل وتأكيد للثقة اللي كانت وضعينها فيها رؤساء النوادي ورؤساء الرابطات سواء الولائية ولا الجهوية. محمد روراو الذي يشغل حاليا عدة مناصب مسؤولية في الاتحاد الدولي والافريقي والعربي ألقى كلمة مطولة أمام أعضاء الجمعية قدم فيها أهم محاور برنامجه. هذا أيضا تكليف والتكليف مهم لأنه مسؤولية كبيرة لمواصلة مشوار تنمية كرة القدم الجزائرية، علاوة على أنه النقطة الأولى هي تكوين الموارد البشرية المختلفة من إداريين أطباء مدربين مكونين للفئات الصغرى، هذا مهم جدا. الحدث خلال هذه الجمعية صنعته هذه السيدة التي تعتبر أول امرأة تدخل كعضوة في المكتب التنفيذي للاتحاد الجزائري إلى جانب القائد الأسبق للمنتخب الخضر يزيد منصوري. شعور يعني ما قدرتش نعبر عليه، هي قبل كل شيء هو يعني شرف كبير ليا. إن شاء الله يعني نكونوا في المستوى باه نتعاونوا كامل، يعني باه نحسنوا المستوى تاع الكرة النسوية في الجزائر إن شاء الله. ويرى متتبعون أن ترشح روراو لخلافة نفسه أغلق الباب أمام منافسيه وحسم الأمور من البداية. كل من أراد أن يترشح باش يتولى منصب رئاسة الاتحادية في وجود محمد روراو كان يعلم مسبق أنه سيخسر، منهم سعيد عليق، ربما منهم عبد الحكيم سرار، منهم ربما محمد العايب، كلهم شخصيات كانت تفكر، حتى رابح ماجر أيضا كانت تفكر في الترشح. تزكية محمد روراو لتراس الاتحاد للمرة الثالثة والثانية على التوالي دليل على الإجماع والثقة التي يحظى بهما لدى عائلة الكرة الجزائرية. كمال تمام، العربية، الجزائر. عن هذا ينضم إلينا من العاصمة الجزائرية عضو الاتحاد المحلي لكرة القدم راديا فرتول. أهلا بك يا راديا، يعني بدي أقول لك ألف مبروك. لو تحدثينا، يعني نحن نعرف أنه هذا المنصب جاء بعد ممارسات كثيرة بالرياضة والإدارات الرياضية ودراسات عليا أيضا، وأنت كنت أول، طبعا نحن نعرف أنه أنت أول سيدة بهذا المنصب. شكرا الأخت ليان. قبل كل شيء نحييك الأخت ليان ونحيي كل مشاهدي قناة العربية. أهلا بك. وكما قلت من قبل، نعم، أنه هذا القرار هو قبل كل شيء هذا شرف كبير لي، يعني كامرأة جزائرية نمثل كل النساء الجزائريات، وهذا دليل على، وهو تحدي كبير على أن تكون يعني امرأة جزائرية في لأول مرة في المكتب التنفيذي للاتحاد الجزائري لكرة القدم. بالمناسبة نشكر السيد روراو على هذه الثقة اللي أعطاها يعني
انه اختارني اول امراه. نعم. ان شاء الله يعني نحاولوا بالتوفيق، ان شاء الله ربي يوفقنا باه نحاولوا ان شاء الله نحسنوا المستوى، وهو الدور الاول اللي راح نتكلف به ان شاء الله. طيب. وهو تحسين طيب. مستوى كره القدم النسويه في الجزائر. نعم. انا ثاني توسيع استاذه راديه. نعم. النسويه. نعم استاذه راديه، نتحدث نعم. نتحدث عن تحسين الرياضه، ولكن انت نحن نعرف انه انت كنت اول عضو في اول منتخب جزائري للسيدات لمده 3 سنوات بالاضافه الى امور اخرى، يعني انت عرفتي بالفعل ما يعانيه وما تعانيه كره القدم النسائيه، ما هي ملاحظاتك على ما مضى وكيف ستحسنين في السنوات القادمة أو في أثناء عضويتك؟ نعم. كنت لاعبة بمشوار يعني رياضي، كنت لاعبة، وهذا نظن هذا يعني حاجة إيجابية، يعني نقطة إيجابية، يعني كنت لاعبة سابقة دولية من سنة 1997، يعني من أول قائمة من اللاعبات الدوليات. كاين ندير يعني فرق، كاين فرق واسع بين الجيل الاول والاجيال اللي رانا فيها يعني والمستقبل ان شاء الله. لانه الجيل تاعنا الاول كان ناقصين امكانيات، كان الفرق عدد ضئيل، كان فريقين او ثلاث اللي مثلوا الجزائر كفرق نوادي. لكن يعني بعد 14 سنه او 15 سنه حاليا يوجد اكثر من 35 فريق نسوي يمثل كل الجهات، يعني الاربع مناطق اللي هي الشرق الغرب الوسط وحتى الجنوب، وهذا نظن تحدي كبير انه في الجنوب الجزائر تكون يعني ممارسه من يعني كرة القدم النسويه. حبيت ندير ملاحظه برك انه كاين فرق واسع في كل من جانب الإمكانيات المادية وحتى نعم. البشرية، لأنه الاتحاد لكرة القدم الجزائرية قام باهتمام كبير. نعم. طيب راديا، ماذا أحاول الاستفادة من الوقت، أنا ماذا تعيدين كرة القدم النسائية وكل من تكلمت عنهم بكرة القدم في البلاد بكل اتجاهاتها؟ عفوا سؤال، ماذا تعدين، ما الذي ستغيرينه، ماذا تعدين بتقديمه لكرة القدم النسائية؟ نعم. قبل كل شيء هي كاينه لجنة وطنية لكرة القدم النسوية لتطوير كرة القدم النسوية، عندها يعني سنتين وهي يعني في الوجود. كاين يعني ديجا عمل تاع مجموعة اللي قمنا به، وين انا راني نائبة هذه اللجنة الوطنية. احنا راح نحاولوا نوسعوا المشاركه النسويه في كل المناطق يعني الجزائريه، ونحاولوا نزيدوا نمدوا اهتمام كبير لهذا الفرع النسوي، وخاصه للفرق الوطنيه. ماذا بينا يعني ان شاء الله في المستقبل يكونوا الفرق الوطنيه النسويه الكبريات واقل من 20 سنه. نعم. اقل من 17 سنه. نعم. يمثلوا احسن تمثيل المراه الجزائريه يعني ان شاء الله في المظاهرات الافريقيه. نعم. وحتى ان شاء الله كأس العالم. طيب شكرا جزيلا لك وألف مبروك عضو الاتحاد المحلي لكرة القدم راديا فرتول، كنت معنا من الجزائر. في إطار مباراة متأخرة من الأسبوع الثامن من الدوري التونسي، تعادل بنزرتي مع الإفريقي من دون أهداف، وكان اللقاء عرف إقصاء مهاجم الإفريقي ماهر الحداد. بهذه النتيجة ارتفع الرصيد البنزرتي إلى 16